مراسلة المملكة في لبنان مي عبد الله، أهلا بك مي. مي، هل من تصريحات رسمية حتى هذه اللحظة حول طبيعة هذا الانفجار وأسبابه والخسائر البشرية والمادية؟ نعم مي، مي كنت، هل تسمعينني؟ مي؟ نعم أسمعك. نعم، كنت قد سألتك عن التصريحات الرسمية. نعم، التصريحات الرسمية حول طبيعة الانفجار، أسبابه، الخسائر البشرية والمادية. نعم بالفعل تضاربت المعلومات حول هذا الانفجار، لكن الأكيد أن الانفجار وقع في مرفأ بيروت، في إحدى عنابر مرفأ بيروت، وكان الانفجار قوي جدا وأحدث أضرارا هائلة، وصلت على طول الخط الساحلي لخط المرفأ حتى أنها وصلت إلى الكثير من الأبنية في منطقة الدورة والكارنتينا وقلب العاصمة بيروت، ووصلت أيضا هذه الأضرار الهائلة إلى قلب بيت الوسط وهو مقر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لكن كل المعلومات تؤكد أن رئيس سعد الحريري بخير، لكن هناك أعداد هائلة كبيرة جدا من الجرحى والقتلى. تعمل فرق الصليب الأحمر والدفاع المدني حتى هذه اللحظة على انتشال كثير من الجثث وحتى الأحياء من تحت الأنقاض مثلا لشدة الانفجار الذي أحدث أضرارا هائلة داخل المرفأ، ووصلت أضواءه إلى كل الأبنية والسيارات والمباني المجاورة. نعم مي، بالفعل يعني كما نرى على الشاشة يعني الانفجار كبير جدا، وبالتالي يعني ما هو السيناريو المرجح، ما هو السبب الذي يعني من تصريحات رسمية سواء مباشرة أو غير مباشرة مي؟ نعم المعلومات الأولية حتى هذه اللحظة تتحدث عن أن الانفجار وقع إثر اندلاع حريق داخل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، والذي يضم متفرقعات نارية، مفرقعات نارية كانت مخزنة في تلك المنطقة، لكن هناك بعض الأمنيين الذين يشككون في هذه الرواية، خصوصا وأن سمع صوت طيران فور وقوع الانفجار، ما رجح أن تكون هناك معلومات قصف قصف على تلك المنطقة. المعلومات الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل استهدفت، هناك معلومات يعني صحفية إسرائيلية تقول بأن إسرائيل استهدفت مركز للأسلحة التابعة لحزب الله داخل المرفأ، لكن هذه الرواية غير موجودة في لبنان. أنا أتحدث عن الرواية الرسمية أو المعلومات الأولية التي تحدثت عنها الجهات الأمنية في لبنان، والتي تقول أنه مخزن للمفرقعات النارية. ربما يكون يعني من السابق لأوان التأويلات السياسية حول طبيعة هذا الانفجار، خصوصا مع تضارب المعلومات وطبيعة الانفجار بين لبنان والداخل الإسرائيلي، لكن الواضح أن هذا الانفجار يأتي في خضم فترة أمنية وسياسية حساسة جدا في لبنان، الذي يعيش بخلاف الأزمة الاقتصادية تجدد للصراع الإسرائيلي في منطقة الحدود، في الذي يأتي قبيل صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. كل هذه الظروف السياسية المعقدة التي يأتي في خضم هذا الانفجار تسمح لعدد كبير من التأويلات والتحليلات بأن يعني تذهب من هنا وهناك وتطرح معلومات كثيرة حول طبيعة هذا الانفجار، لكن بحسب الرواية الرسمية حتى هذه اللحظة أو المعلومات المتداولة عن الجهات الأمنية، إن لم تكن جهات يعني إن لم يكن هناك تصاريح رسمية بالمعنى التصريح، بأنه انفجار ناتج عن مخزن موجود داخل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت. طيب مي، الجاهزية الأمنية والجاهزية الطبية، أيضا الصليب الأحمر اتجه إلى مكان الحادث، يعني هل لك أن تضعين في الصورة وكيف يتم التعامل مع الجرحى والقتلى للأسف؟
نعم، توجهت بداية قوى الأمن الداخلي وعناصر الجيش إلى المنطقة بحيث حاولت تسهيل حركة المرور تسهيلا أو تمكينا لفرق الصليب الأحمر والدفاع المدني التوجه إلى المكان وإنقاذ الجرحى وانتشال الجثث. أيضا عمل المواطنون على استعمال سياراتهم الخاصة لمساعدة الفرق الإسعاف في نقل الجرحى، وهناك عدد كبير من المواطنين مما ساعدوا أيضا القوى الأمنية على فتح الطرقات لتسهيل عمل فرق الإنقاذ. دعوات من جميع المستشفيات في لبنان للتبرع بالدم من جميع الفئات، وهذا مؤشر على أن هناك عدد كبير من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات، علما أن حتى هذه اللحظة لم نستطع، يعني لا توجد حتى هذه اللحظة أرقام أو إحصاءات لعدد الجرحى أو القتلى النهائي، لكن هذه النداءات من كل المستشفيات والمراكز الطبية في لبنان تؤكد بأن عدد الجرحى كبير للغاية. أيضا فرق الصليب الأحمر والدفاع المدني أطلقت استنفارا عاما لجميع المسعفين وطلبت إليهم التوجه إلى مراكزهم، وهذا مؤشر آخر على حجم أو طبيعة الانفجار الكبير الذي أوقع إصابات عديدة. وزير الصحة أيضا أعطى توجيهاته بكل المصابين جراء هذا الانفجار بإسعافهم وعلاجهم على نفقة الدولة اللبنانية، من دون أن تكون أي هناك نفقات خاصة يتكبدها المواطنون في هذه الأيام. أيضا كانت هناك تصريحات مستغربة نوعا ما من قبل وزير الداخلية الذي ألغى قرار الإقفال العام وحظر التجول بعد وقوع الانفجار. لم يفهم لما هذا الإلغاء هذا القرار حتى هذه اللحظة. كان وزير الداخلية اليوم أعلن عن أن البلاد سيتم إقفالها بالكامل وحظر تجول ابتداء من السادس من شهر أغسطس الجاري وحتى الحادي عشر منه، لكن إلغاء هذا القرار فور وقوع الانفجار لم يتم معرفة أسبابه حتى هذه اللحظة. طيب مي، ربما من المبكر السؤال، ولكن نعم من المبكر السؤال، ولكن يعني هل وصلتك أي معلومات ما إذا كان من بين المصابين شخصيات سياسية في لبنان؟ حتى هذه اللحظة لم يتأكد بأن هناك شخصيات سياسية. في البداية كانت هناك أخبار عن استهداف بيت الوسط، لكن هذه المعلومات غير صحيحة. بيت الوسط تداعت بعض أجزاء منه وبعض الأبواب والنوافذ جراء قوة الانفجار، وجميع العاملين في بيت الوسط حسب ما علمتهم بصحة جيدة ولم تسجل إصابات داخل بيت الوسط، لكن في صفوف المدنيين هناك إصابات كثيرة. حتى هذه اللحظة على الأقل لم نعرف، يعني لم يعرف الأسماء أو طبيعة الأسماء أو شخصيات، لكن لم يعلن عن إصابة أي من الشخصيات الحالية، لكن هناك إصابات تحت الأنقاض تعمل فرق الدفاع المدني، وكان هذا أمر مستغرب من شدة هذا الانفجار. وقعت تهاوت العديد من الأبنية بحيث لا تزال هناك الجثث ولا تزال هناك بعض الناس التي تطلق نداءات الاستغاثة لانتشالها من تحت الأنقاض. هناك معلومات تتحدث أيضا عن أن القوى الأمنية ستعمل على إقفال الطرقات في تلك المنطقة بسبب يعني سعيا منها إلى تسهيل عمل فرق الإسعاف من الصليب الأحمر والدفاع المدني لاستكمال مهامها، وأيضا سماح للقوى الأمنية بالبدء في تفقد المنطقة بعد أن أخمدت النيران داخل المرفأ، والمباشرة بالتحقيقات التي أوعد إليها وزير الداخلية. نعم، شكرا لك مي عبد الله مراسلة المملكة من بيروت.